وقتها بلشت ماي بزنس كان عمري 21 سنة، غير انه انا مش عمري يلي بقرر شو انا، ولا اذا انا بنت بقرر شو انا، كان الشغل تبعي لازم يفرجي اكتر شو بقدر اعمل. My whole brand revolved around my story as a teenager and a woman in particular. I wouldn't like to compare men and women, لأنه for me there's no place for comparison. بالعكس, you know, there are a lot of points women are stronger at, and مثل ما في a lot of points men are stronger at, there's no point in trying to do both. السبورت اللي واحد فيه يخده من الناس اللي عنده بالبيت لقلي أهم من سبورت للسوسايتي كلها. كل الوقت remind yourself who you really are as a person. انتو شو اللي عندكم ايه غيركم ما عنده ايه؟ شو البوان فار اللي عندكم ايه اللي غيركم ما عنده ايه؟ شو الويكنس اللي عندكم ايها لحتى تضبطوها مش لحتى توطيكم؟ بس انا اتذكر انت مين؟